اهي هناك. المتهم الماثل أمام عدالتكم يا حضرات المستشارين، لا جدال في أن القانون بنصوصه الحاسمة سيناله بالجزاء، لكن يجب ألا ننسى أنه رجل جريح أراد أن يغسل عاره لحظة غضب أعمى بصيرته فقتل. إنه قاتل في نظر القانون، ولكن من هي القتيل؟ إنها ابنته الحبيبة، نور حياته، وحبه الذي ما كان يتصور أن تشوبه شائبة أو يكدره خاطر سوء، فقتلها. قتلها وفي نفسه من الألم والحسرة ما لا سبيل إلى وصفه. إن أوراق التحقيق جميعها تنطق بما يؤكد هذه العواطف الصادقة من هذا الأب التعس نحو ابنته الحبيبة. وهو الرجل الطيب المعروف بحسن سيرته بين أهله وعشيرته، ولكنها المأساة التي ما زالت تتكرر طبقا للعادات والتقاليد الموروثة حتى أصبحت قانونا لا يعرفون سواه، قانونا يقدس الشرف إلى درجة الموت. طعنها وهو على يقين أنه يقتل نفسه بيديه. إن اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة وإن كان يؤكد إدانته، إلا أن ظروف الحادث وأدبيات الدعوة ومعنوياتها والباعث فيها يجب أن يوضع كله في إحدى كفتي الميزان، ميزان العدالة السماوية التي أنتم رسلها في الأرض. فخذوا المتهم بالرحمة والرأفة، لأنه لم يكن يعرف في عالمه الصغير سوى قانون أجداده المتوارث، ذلك القانون الذي يلزمهم دون بصيرة كما يلزمنا قانوننا الوضعي. وفقكم الله وسدد خطاكم، إنه ولي التوفيق.
يلا يا مسمعين. ابوكوا جه يا ولاد، انتوا قاعدين هنا وما سمحتوش الكلاكس، افتحي اوام يا ناديه. حاضر يا ماما. اهلا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيكم يا ولاد؟ اهلا بابا. اهلا بابا. خدت الدواء يا جليلة هاني؟ ايوه يا اخويا. حملت ايه في حكاية زينب بنت ابو حسين؟ دي عمتها كانت هنا النهاردة الصبح ويا كبدي موتت نفسها من العيار. طلبت تخفيف الحكم، ابوها مسكين على الله ما ياخدش اعدام. لكن ده منتهى الوحشية انه يقتل بنته يا بابا. ما هما دايما كده في الصعيد، مادام حكاية شرف. انا لو كنت القاضي كنت حكمت بالاعدام. بسم الله الحفيظ، ما تفضوكوا بقى من السيرة دي. وانت رأيك ايه يا باشمهندس؟ ما بتتكلمش ليه؟ المسألة حلها في منتهى البساطة. واحد ما يعرفش يحل مشكلته الا بالطريقة دي، ازاي نطلب منه حل تاني؟ واحد زائد واحد يساوي اتنين. يبقى على كده اللي يسرق عشان جعان؟ القانون ما يعاقبوش لمجرد انه جعان. لا، دايما القاضي بياخد في الاعتبار الظروف المحيطة بمرتكب الجريمة. يعني اللي بيسرق لانه جعان غير اللي بيسرق لانه حرامي، والقانون مفروض ينطبق على الاتنين بالتساوي. لكن اللي بيحصل ان القاضي بيحكم على الاول بشيء من الرأفة تقديرا لظروفه، وبناء عليه انا مقتنع بطلبي تخفيف الحكم. طيب ايه اللي يبرر ان تمثال العدالة اللي بنشوفه دايما في المحاكم معصوب العينين؟ انت اذا اخت من اخواتك يا خلصت يا الشر بره وبعيد، ما بلاش السيرة اللي انتوا ماسكين فيها دي. اغرف الاكل يا ستي. ايوه يا اختي، غريفي غريفي. الله، رايح فين؟ الغدا جاهز. طالع اجيب شوية اوراق عشان خارج على طول بعد الغدا، عندي ميعاد مهم مع اخويا عبد الجبار. الحقي قولي له يا ماما كلميه. حاضر يا اختي، هكلمه. ما كلموش ليه؟ هقول له ايه بس يا حسن مصطفى بيه. سايقه عليك النبي يا اخويا، عايز اقول لك حاجه بس ما تزعلش مني. واجبر خاطري، الهي ما يكسر خاطرك. اتفضلي. بس يعني مش عارفه اقول لك ايه. الجوازه دي مش لده على البيت. ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ما عنديش بنات تقول لا. طيب يا اخويا معلش، هدي دمك وما تزعلش، هي بس من عشمها فيه. لازم يكون في علمكم ان جواز علويه من ابن عمها مش ليه بعيال. الملك مش لازم يروح للغريب. طول عمرنا ابا عن جد العيله بتتجوز من بعض عشان العزوه، الترابط، القوه. ده لولا كده كانت عيله ابو شرف اتفتتت من زمان. بس يا اخويا منه ما كملش علام. علام مش علام، ده ابن عمها. يعني هي كانت خلصت مدرسه؟ بس يا اخويا. ولا كلمه. حاضر يا اخويا. وانت عارفه كويس ان احنا متفقين على جوازهم وهم عيال، مش كده؟ ايوه يا اخويا. طب امال ايه بقى؟ تتجوزوا يا اخويا، ما تتجوزوش ليه؟ استر يا رب، استر يا رب. بس يا اختي ما تعيطيش. معلش يا علوي، انا برضه راجل غني. ده ظلم يا راس. بس يا ولاد احسن ابوكوا يسمعكم. انا مش هتجوز خالد ده، ان شاء الله يقتلوني حتى زي زينب بنت ابو حسين. ولا الضالين امين. ربنا يتمم بخير. مبروك يا عريس. متشكر يا عم. وادي صيغه ستها الحجه، هديها لعروستنا عشان تحصل لها البركه. الله يبارك فيك. مبروك. مبروك يا عريس. مبروك يا عريس، الف مبروك. ربنا يتمم بخير. اشرب. في المصلحه. مبروك. يا مرحبا يا مرحبا. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه امين يا فندم، في حاجه؟ مدير الشركه عاوزك حالا. طيب انا هبقى افوت عليه. انت مستنيك في المكتب. طيب. والله ده عرض مغري جدا يا لطفي بيه، بس مش عارف. بتقول ايه يا مصطفى بيه؟ ده اي واحد يتمنى انه ياخد المنصب ده في المركز الرئيسي في مصر. ده كفايه انك هتعيش في مصر يا اخي. طيب برضه افكر. تفكر في ايه يا مصطفى بيه؟ 300 جنيه مرتب، ده غير الامتيازات والبدلات. بس برضه ما تنساش مكتبي هنا. الحكايه دي في ايدك، ما تاخدش بدل تفرغ وافتح مكتب هناك. والله يا بابا اهي دي احسن فكره اننا نروح كلنا مصر. يا ريت يا اخويا، على الاقل نبقى جنب اهل البيت. جلاه يا ام هاشم، بس الاولاد هيعملوا ايه في المدارس وهنعمل ايه في البيت؟ مش دي القضيه. اذا كان على الاولاد هم يتنقلوا الجامعه هناك،
والبيت هنلاقي زي البيت ده واحسن. الموضوع هو اننا هنسيب بلدنا اللي عايشين فيها طول عمرنا وارضنا واهلنا ومعرفنا وطريقه الحياه اللي تعودنا عليها. طبعا الحياه في القاهره غير الحياه في الصعيد. لا يا اخويا، اذا كان كده يبقى بلاش. ليه بلاش يا ماما؟ هيكون ايه الفرق يعني؟ وانت رايك ايه يا باشمهندس علي؟ والله يا بابا انا عز عليا ان احنا نسيب بلدنا، بس احنا يهمنا مصلحه حضرتك، ودي حاجه طبعا تسعدنا كلنا. عندك حق، وهي فرصه كمان عشان والدتكم تكمل علاجها في مصر. في الواقع يا أستاذ مصطفى، أنا رشحتك للمنصب ده وفي الوقت ده بالذات لأهمية القضايا المعروضة حاليا، وأنا أهنيك لأن مجلس الإدارة وافق على هذا الترشيح بالإجماع. دي ثقة أنا أعتز بيها يا حسين بيه، بس أنا اللي يهمني قضية التأمين. موقفنا فيها ما أعتقدش إنه كويس، ولو خسرناها الشركة هتخسر كتير قوي. أرجو إني أكون عند حسن ظنك بي. طيب يا أستاذ مصطفى، ربنا يوفقنا جميعا. متشكر. اديني الحسابات، جهزوا عقد الأستاذ مصطفى أبو شرف المحامي مع موافقة الشركة له على فتح مكتب لأعماله الخاصة بالقاهرة. ايه رأي ستك بقى؟ عجبتك؟ مش بطالة. وصاحبة الملك شروطها ايه؟ ابدا، كل اللي هي عاوزاه انها تسكنها العيلة محترمة لانها ست جد، ومدام سيادتك محامي يبقى لازم سمعت عن جوزها. هي كانت متجوزة الاستاذ حسن الدسوقي المستشار. الله يرحمه. طب اطلبها بقى عشان نروح نقابلها؟ مفيش معنى. وسهلا. مصطفى ابو شرف المحامي. اهلا يا فندم، اتفضل. شكر. عجبتك الفيلا؟ يعني مش بطاله. مش بطاله؟ ولما هي مش بطاله عايزها ليه؟ الواحد اذا كانتش تعجبه الحاجه ويكون واثق منها وراضي عنها ياخدها ليه؟ لا يا ست هانم، هو ما يقصدش ده، الفيلا عجبته قوي. تمام. وهتاخدها مفروشة؟ احنا نتفاهم في موضوع شراء العفش واجرها فاضية. المحامين كلهم شاطرين يا ست هانم، وحضرتك كنت متجوزة واحد منهم وعارفة. انا عايزة 3000 جنيه في العفش، والايجار 45 جنيه في الشهر. اذا حبيت تأجرها مفروشة 90 جنيه. كده اهو؟ طيب اديني فرصة افكر. على العموم تليفوني مع السمسار، ابقى اقول له عن اذنكم. يا بيه انا خايف للفيلا تطير من ايدينا، اصل سوقها ماشي قوي. رايك كده؟ امال دول اللي اتفرجوا عليها امبارح يجوا 10. طب نخلص دلوقتي. يا ست هانم، يا ست هانم. ايوه. سعاده البيه وافق. اتفضل عقود عشان تملاها. شكر. الو، صباح الخير. هنرجع تاني نتكلم في الموضوع ده؟ ايوه، انا عارفه ان المساله دي هتكلفني كتير. ايوه، الحكايه بقت عند، انا قلت الولد لازم ياخد حقه، يعني لازم ياخد حقه وهياخد حقه.
اتفضل يا فندم. مبروك. متشكر. أستأذن أنا. مع السلامة يا أستاذ مصطفى. الله يسلمك. تفضل. ألف مبروك يا سعادة البيه. أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى. فين؟ ممكن لحظة إذا سمحت. تحت أمرك. في عندي موضوع يهمني قوي والمحامي بتاعي مش مريحني فيه. ممكن افوت على حضرتك في المكتب؟ قوي يا فندم، تحت امرك. والعنوان عند سيادتك في العقد. متشكرة قوي. العفو يا فندم. سلام عليكم. مع السلامة. شنطك. اعمل حسابك القطر هيقوم الساعة 6 الصبح. هحضر. اسمع يا حمدي، اوعى تاخد ده معاك احسن بابا يكون مستنينا على المحطة. يسلم. يسلمين. يلا يا ولاد عشان تناموا. احسن هتصحى الصبح بدري. الله، ما يلا يا ولاد. اتفضلي. بصي يا ستي، بصي بصي المبنى العالي اللي عامل زي الحلزونه. بصي يا ستي، ده له شبابيك كتير قوي اهو. الساعة 12 ربع يا فندم. ياه، متشكر. أنا مضطر أنزل دلوقتي. هتصل بيكم بعدين. مع السلامة يا فندم. سيادتك راجع بعد الظهر؟ ما أعتقدش. على السلامة استاذ. الله يسلمك. خطيتك برجل اليمين، حفظتك برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم،
يا حفيظ يا امين، اللهم اجعلها دار هنا وسعد علينا يا ما انت كريم يا رب يا رب. ماما ماما تعالي يا ماما شوفي البيت حلو ازاي. يلا يا اختي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي يجعلك دار سعيده هنيه علينا كلنا يا رب. احنا قبل كل حاجه لازم نخبخر. يا حلاوتها يا حلاوتها يا حلاوتها. ايه عجبك البيت يا علي؟ حلو قوي يا ماما. قوي قوي. الحمد لله على السلامه يا جليله هانم. الله يسلمك يا مصطفى بيه. تعالى اما اوريلك اوض الاولاد. ان شاء الله ربنا ما يحرمني منك ابدا. حضري البخور يا ام اسماعيل. حاضر يا ستي. يلا يا اخويا. جنان يجنن. حلو قوي التلفزيون ده. انت عايز الطلب. وطي صوتك احسن بابا يسمعك. رأيتك من العينين العنيدة الحسيدة الغبية اللي لقاها سيدنا سليمان في البرية. قال لها يا لعينة يا ملعونة، لحطك في بحر غطاس واسبك عليك بالزيبق والرصاص. قالت له خد علي عهدي يا حبيبي يا رسول الله، لا أأذيك ولا أأذي ناسك. مبروك عليكي قطك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. ادعيلي والنبي يا ماما. عقبال ما تفرحي ببيت عدلك ان شاء الله. متشكره يا ماما. اما اروح ابخر الباقي. صلاح